طرزوا حفروا وزيلوا وبقي توصل الرسالة للأشخاص الصح. وكان قلب رابعة دليلة لأنه إيد بيضة أخدت بإيدها وسوا وصلوا الأمانة لأطفال التوحد. السيدة ريما فرنجية طلت فكانت قد أملنا وأكبر من توقعاتنا. بحضورها الأنيق وحسها الإنسانة ورغبتها الصادقة بالمساعدة ودعم قضية عادلة كانت العيد وأهلها. يا رب هالعيد نجيب معه الخير والأمل والفرح للبنان.